جدا معانا على التليفون كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكوره. كابتن محمد الف مبروك. كابتن سيد انا مبروك فيك، ربنا يخليك، ومبروك عليك وعلى كل الكابتن الكبار معاك، كابتن اسامه وكابتن عادل طعيمه وكابتن حمد صدقي، كلهم بيقول لك الف مبروك. مبروك يا محمد. مبروك فيهم كلهم وكل سنه وانتم طيبين. الله يخليك كابتن وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. طيب خليني اقول لك مباشر كده كابتن يوسف، يمكن في بعض الكلمات اللي ممكن واحنا بنشاهد اللقاء او حتى جماهير النادي الاهلي كلها بتشاهد اللقاء عندها طبعا بعض التحفظات على الاداء، لكن لما بنروح للارقام مثلا نلاقي ان الراجل ده من يوم ما مسك النادي الاهلي 8 مباريات، الثمان مباريات يعني فيهم 6 مكسب، فيهم 7 ما فيهمش اهداف دخلت مرمى النادي الاهلي، هدف وحيد في الثمان مباريات، في 11 هدف للنادي الاهلي، في انتصارين خارج الديار المصرية يعني في البطولة الإفريقية، فيهم الإسماعيلي، فيهم المصري، فيهم النجم اللبناني، بطولات مختلفة سواء كانت محلية أو إفريقية أو عربية. بالنسبة للأرقام، الأرقام ما فيش أحسن من كده. بالنسبة حتى عدد الفوز، 6 مباريات فوز تحت ولاية الراجل دوت ولا هزيمة. لكن أنت يعني انقل لنا احساسك او الطريقه اللي بيفكر فيها الراجل او رؤيتكم انتوا او الاشياء اللي بتبنوا عليها كابتن يوسف، الناس كلها عايزه تسمعك. بص كابتن سيد، احنا طبعا لازم نعترف اولا حاجه الراجل طبعا جاي يعلي شويه، وفي نفس الوقت كمان علوا يا جماعه بعد الثانيه واحده كابتن يوسف سامعني، يا جماعه علوا شويه عشان الكباتن عايزين يسمعوا. اتفضل يا كابتن. احنا بنتكلم طبعا عن مستر كارترون متولي المسؤوليه طبعا داخل على الفرقه النهارده بقاله حوالي شهرين، بتتكلم في شهرين بتتكلم في كثافه ماتشات عاليه جدا. يعني احنا بنتكلم لو احنا في الفتره الاخيره دي من 2 اغسطس ل 2 سبتمبر اللي هو بعد كام يوم، انت بتتكلم في 9 مباريات بتلعبهم. يعني معنى كده ان عندك كثافه ماتشات عاليه جدا. مع كثافه الماتشات والاجهاد مش هتقدر تدور على الشكل الجمالي في الاداء، ده مش هيبقى موجود بالشكل اللي احنا معتادين عليه. بالاضافه ان انت عندك برضو غيابات النهارده، انت بتدخل 7 لعيبه جداد او اذا اعتبرنا ان يعني شريف اكرامي في حراسه المرمى، وعندك محمد هاني، وعندك ايمن اشرف، الناس اللي ما لعبتش الماتش اللي فات كان سعد سمير مريح دخل النهارده، عندك السوليه برضو كان مريح الماتش اللي فات دخل الشوط الثاني النهارده بيبدا، او الحمودي النهارده بيبدا. يعني عندك عناصر برضو صلاح محسن بيبدا من البدايه بدا. فاللي انا عايز اقوله ان انت في ظل هذه الظروف لابد ان انت بتبحث عن الثلاث نقاط، بتبقى اهم شويه او اهم بشكل كبير قوي من ان انت تبحث عن الاداء. دي نقطه. النقطه الثانيه ان ما زلنا النهارده برضو في شويه اجهاد، يمكن احسن من ماتش وادي دجله شويه لان طبعا حصل استشفاء بشكل افضل، لكن برضو لسه في مع كثافه الماتشات العاليه وبتلعب كل 3 ايام مباراه هيبقى في صعوبه شويه في حته الاداء الجميل. انا شايف ان بعد ما احرزنا الهدف قدرنا ان احنا نتحكم في مجريات الامور، قدرنا ان احنا نستحوذ، قدرنا ان احنا نروح وروحنا باكتر من كوره كنا ممكن نخلصها بشكل احسن من كده، زي الكوره بتاعت ناصر ماهر راح بيها، السوليه برضو اللي راح بيها وحطها الازار اوفسايد. الكرات دي لما بتقدر ان انت تستفيد منها وتحرز منها اهداف بتديك برضو شكل نتيجه مختلف عن الشكل لكن في النهايه انا بقول ان احنا قدرنا نطلع بالمباراه، تعرضنا للظروف صعبه جدا. خلي بالك انت عندك ميدو جابر مصاب، عندك الشناوي، عندك احمد فتحي بيريحوا عشان عندنا ماتش مع كمبالا يوم الثلاث، عندك وليد سليمان حصل له ظروف وبدل ما كان هيبقى موجود معانا حصل له ظروف وفات خاله فخرج، يعني عندك غيابات برضو مؤثره. فبالتالي انا شايف ان المجموعه اللي ادت النهارده قدرت تحافظ على الهدف الرئيسي بتاعنا وهو الحصول على الثلاث نقاط. انا بحيي اللعيبه لان يعني كل مباراه انت بتلعبها بيبقى هدفك ان انت تحصل على الثلاث نقاط. قصدي كمان عايز اقول ان حاجه من الحاجات اللي احنا مركزين فيها جدا ان احنا نكون صلبين جدا اقوياء جدا في الحته الدفاعيه عشان ما تعانيش او ما تستقبلش اهداف. وفي نفس الوقت انت عارف النادي الاهلي دايما بيهتم جدا بالحته دي بحيث ان اذا جات له فرصه يقدر ان هو يحرز منها، غير لما لا قدر الله بيخش فيك بتبقى انت مطالب ان انت تحرز. بتزيد صعوبه يعني. وبحييكم كمان على اختيار سليف كوليبالي، حاجه رائعه جدا من المستوى الفني والمستوى التفكير كمان يعني. فاللي انا عايز اقوله ان احنا في فترات من الدوري او فترات من عمر الفريق
بتدور على النتائج وبتدور على دي مرحله. دي مراحل يا كابتن يوسف. بص يا كابتن يوسف خلاص يعني الموضوع بالتاكيد يعني كل الناس اللي مارس الكوره او مرنت او شاركت او ساهمت باي صوره من الصور في المنظومه الرياضيه في مراحل كده بتعدي بتبقى صعوبات وغيابات وعدم تجانس بشكل كبير وعدم معرفه مدير فني جديد لسه. فكل ما بتكسب بتسهل لك، كل ما هتخسر بتصعب لك حتى لو انت فايق ومكتمل. الاهلي لما يكتمل الصفوف، لما ترجع الاصابات، لما العمليه تبقى فيها تجانس كبير قوي، لما يحط الراجل ايديه على كل نقطه، كل صغيره وكبيره في الفرقه، من المستويات، من شخصيات، من تفكير، من حاجات كتير قوي، اعتقد ان الامر ممكن يختلف. عشان كده انا بقول اهم حاجه في الوقت الحالي هي ثلاث نقاط اكيد يا كابتن يوسف. لكن عندنا سؤال صغنن قد كده، كلنا محتارين. الفكرة في أيمن أشرف وعلي معلول، يعني في بعض الأوقات كنا بنشوف مثلا بتقفل جبهة في مباراة مثلا زي الترجي ولا حاجة، أو مباراة زي تاونشيب بره ولا حاجة، لكن النهاردة للغيابات ولا قناعة تامة بالراجل يا كابتن يوسف؟ بص مستر كارترون جربها في فترات زي ما أنت قلت، وكانت فترات بتبقى في نهاية المباريات زي مباراة الإسماعيلي وزي مباراة الترجي ومباراة تاونشيب هناك في بوتسوانا. النهاردة هو حب يجربها من الأول لانه ممكن يستخدمها، ولما كمان بدا بصلاح محسن مقداره فقال لك ان انا ممكن اعتمد على عرضيات معلول وايمن، معلول وايمن من ناحيه الشمال والناحيه الثانيه زي ما احنا قلنا كده. طب الاهلي لعب 4-4-2 صريحه في الشوط الاول، ولا كان صلاح محسن بيلعب رقم 10 يعني 4-2-3-1 برضه؟ لا لا لا، احنا كنا بنشغلين في الشوط الاول بشكل راسين حربه، مش شرط ان يبقى راسين حربه على خط واحد، ممكن يبقى راس واحد تحت الثاني شويه، بس واحد تحت الثاني، لكن في النهايه صلاح محسن راس حربه وإدارة راس حربه. صلاح محسن اساسا طبع اداؤه ان هو بيلعب راس حربه، هو يعني ده طبع اداؤه، ما يقدرش يلعب رقم 10. دي نقطه. النقطه الثانيه ان دي كان الغرض منها ان انت تستغل العرضيات بتاعت علي معلول من ناحيه الشمال وناحيه اليمين محمد هاني وحمودي. بس طبعا انا عايز اقول ان من حقه ان هو طبعا يحاول يشوف طريقه او يوجد طريقه، او هو بيفكر في فكر ممكن يلجا له في بعض المباريات. انت عارف ان احنا الفتره الجايه نبدا نلعب مع كامبالا، وبعد كده هتصعد لدور الثمانيه، فهتلعب مباريات بره وجوه في افريقيا، ممكن يكون هو عايز يشوف حاجه بيحضر يعني بيحضر يجربها النهارده في فريق حرس الحدود، مع حرس الحدود في المباراه بيحضر. طيب خلينا نتكلم في بكره، يعني ميدو جابر موقفه هيلحق كامبالا سيتي، احمد فتحي موجود ما فيهوش مشكله، وليد سليمان ما فيهوش مشكله، مين اللي ممكن يبقى موجود في المعسكر في مباراه كامبالا سيتي يا كابتن يوسف؟ بص طبعا ميدو جابر هيبقى فيه صعوبه، بنحاول ان يعني يلحق، لكن معانا الدكتور خالد اكيد هيدينا تقرير بكره. دي نقطة، لأن احنا مدين له راحة وفي نفس الوقت مستنيين نتائج الإشاعات اللي اتعملت. إنما بالنسبة لأحمد فتحي إن شاء الله هيبقى متواجد، وليد سليمان هيبقى متواجد، الشناوي هيرجع برضه للمعسكر تاني. فدي طبعا لسه مستر كارترون ما خلصين المباراة، لسه هنشوف برضه إذا كان في عندنا حاجة نتجت من النهاردة، لأن برضه يعني مين؟ أيمن أشرف؟ أيمن أشرف برضه عنده دي كدمة تقريبا الحوض، فهنشوف ايه نتيجتها. دي كل ده هنشتغل فيه النهارده وبكره، وهيجي لنا طبعا اللعيبه اللي هي هتنضم علينا، ونبدا ان شاء الله نشتغل ونستعد من على طول من بكره الاستشفاء بتاعتنا والحاجات والشغل بتاعنا، على اساس ان احنا يوم الثلاث نبقى جاهزين ان شاء الله بكره كمبالا. اوكي، اهم ما في اللقاء النهارده المكسب، اهم ما في اللقاء المرحله عامه هو المكسب، ده مهم جدا 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 والحمد لله بيتحقق. خلينا نتكلم برضه في مباراه كمبالا، الجمهور ومدى تاثيره في حضور مباراه كمبالا كابتن يوسف. برضه كابتن سيد، انا عايز برضه اقول ان من ضمن الايجابيات النهارده ان صلاح محسن بيجيب لك برضه طبعا التسجيل. انت عارف المهاجم لما بيسجل دي بتفرق جدا مع المهاجم. طبعا لسه قايلين الكلام ده مظبوط طبعا، هدف الثاني على التوالي، ثاني ماتش على التوالي، الماتش اللي فات جاب جون، الماتش ده جاب جون. فدي نقطه من الايجابيات برضه، ان انت بيبقى عندك عده عناصر قادره على التسجيل. دي نقطه. بالنسبه طبعا لفريق كامبالا احنا بنستعد له، الجمهور طبعا احنا كلنا اكيد الفريق فرحان جدا وعن سعيد جدا، وفي نفس الوقت هتفرق معنا جدا معنويا حته ان الجمهور يتواجد ان شاء الله يوم الثلاث. احنا هدفنا واضح ان احنا ان شاء الله يوم الثلاث ننهي دوري المجموعات ونكون في المركز الاول، فالمباراه بالنسبه لنا مهمه جدا، ولكن احنا كان كل تركيزنا هو تركيز مباراه حرس الحدود، وكلامنا كله كان على حرس الحدود، لان انت عارف
جميع المباريات صعبه بالنسبه لنا، وكل الانديه بتلعب قصادنا بتلعب بكل قوه وبتلعب بروح عاليه جدا. فانا حتى كنت بتكلم مع اللاعبين كلهم ان احنا ما فيش تركيز خالص الا في مباراه حرس الحدود، ثم بعد ما نخلصها نبدا نركز في مباراه كمبال. فان شاء الله هنستعد على طول ان احنا من بكره على طول نبدا نجهز نفسنا، نتفرج على الفيديوهات، جايبين اللقاءات بتاعتهم كلها في دوري المجموعات وايه اخر المنتجات بتاعتهم، بحيث ان احنا ان شاء الله يوم الثلاث نفرح جمهورنا ونطلع ان شاء الله بنتيجه ايجابيه، ننهي دوري المجموعات ان شاء الله على قمه المجموعه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انتم مكملين في اسكندريه يا كابتن يوسف؟ طبعا يعني ده كان قرار خدناه من فتره ان احنا المباريات نتيجه كثافه المباريات العاليه، فكان في اتفاق مع المستثمرون ان احنا كنا مرتبين ان احنا مش هنرجع القاهره، اساس اللعيبه تتواجد معانا في المعسكر ويريحوا ويبقى في تركيز شديد جدا عشان تقدر. انا عارف يعني من فتره طويله كنا عارفين ان مباراه كمباله هتبقى مباراه حساسه جدا بالنسبه لنا، ومباراه هيبقى ليها يعني ثمن كبير جدا، وان شاء الله نستعد لها بشكل كويس جدا، اللعيبه تريح وتركز ونقدر نعيش معاهم الفتره دي بحيث ان نخش اللقاء نبقى مستعدين في كامل الجهازان بتاعنا، سواء من الناحيه الفنيه او من الناحيه الذهنيه او حتى ناحيه الراحه بتاعتنا، لان انت مع كثافه الماتشات العاليه يستحسن اللعيبه تبقى موجوده في المعسكر، هتريح احسن وهتركز احسن هتنام احسن، كل الحاجات دي بتفرق مع اللاعب. طبعا مبروك يا جو، الف مبروك. اضحك يا جو اضحك. محمد الف مبروك، الف مبروك ابو الكمال. محمد كابتن عادل، اتفضل. طبعا انت ما عيطتوش يا محمد؟ طبعا لا يا كابتن، احنا اول يوم العيد والنهارده 6 بونت، دي العيديه بتاعت الجمهور بقى. والله دي هديه الجمهور، الواحد سعيد وفرحان، ويعني ان فعلا جمهور النادي الاهلي بيعيد سواء اول يوم مع وادي دجله والنهارده، ودي حاجه والله احنا ما حاسين ان احنا ما عيدناش ولا حاجه، دي مش فارقه معانا خالص. اللعيبه ليله العيد كانت معسكرين، اول يوم العيد لعبنا مباراه دجله، لكن احنا لما الحمد لله ربنا بيكرمنا وبنكسب بنفرح جمهور النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي، وانتوا كمان يعني شركاء معانا في النجاح ده، فانا بقول ان دي ولا تساوي عيد ولا اي حاجه. الحمد لله ان احنا يعني ربنا بيجعلنا السبب ان جمهور النادي الاهلي يبقى فرحان، وانتوا كمان يعني مسؤولين في النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي ومثلتوا النادي الاهلي برضو تبقوا فرحانين، فنتمنى ان شاء الله ان احنا نكون مصدر سعاده على طول بالنسبه لكم. يعني بالتوفيق يا كابتن يوسف. بالتوفيق ابو كباتن. بالتوفيق يا كابتن. شكرا كابتن. يمكن كابتن يوسف طبعا اشار الى نقطه